بسم الله الرحمن الرحيم. كورس برمجة جديد بنتقابل فيه معاكم من خلال قناتي على اليوتيوب وقناة الكلية الجامعية للعلوم التكنولوجيا على اليوتيوب. هذا الكورس إن شاء الله حيكون عن لغة البرمجة كوتلين. لغة كوتلين من اللغات الجديدة، اللغات الشابة، تم اعتمادها في 2017 من خلال شركة جوجل كلغة رسمية لبرمجة الروبوتات وبرمجة الموبايل أبليكيشن. هذه اللغة لغة لها مميزات كثير. من مميزاتها انه هي بتشتغل على الجافا فيرتشوال ماشين. من مميزاتها انه هي لغة برمجة مفتوحة المصدر، يعني بامكان الجميع يطور فيها. ايضا من ضمن مميزاتها انه هي بتدعمها عدد كبير من المنصات، او بتدعمها على كثير من المنصات زي الاندرويد والاي او اس والماك واللينكس ويندوز. فهي لغة قوية، ولدت قوية، أنشئت قوية. هذه اللغة لغة مدعومة من شركة كبيرة زي جوجل، هذا الشيء بيكون ممتاز بالنسبة لها. هذه المميزات وهذا الدعم للغة كوتلين ما كانش من فراغ. لغة كوتلين لغة أنشئت على القوة اللي كانت موجودة فيها لغة جافا، مع تحسينات كبيرة في جزئيات برمجية. احنا إن شاء الله خلال الكورس حنتطرق إليها، يعني كل ما نصل لجزئية معينة فيها ميزة حنذكرها خلال المحاضرات. لكن من ابرز الامور مثلا النال بوينتر اكسبشن، هذا الخطا اللي كان يظهر دائما معانا في اللغات زي سي شارب وجافا، احنا في الكتله مش حنشوفه خلاص لانه هم عالجوا هذه المشكله. ان شاء الله الكورس حيكون بينتظم في مجموعه من المحاضرات، حناخد في المحاضره او في اللقاءات الجايه ان شاء الله حناخد المتغيرات، حناخد مشروعنا الاول في بلغة كوتلين، حناخد جمل الإخراج، جمل الإدخال، حناخد دول التحويل، دول تحويل أنواع، حناخد كمان الجمل الشرطية زي جمل إف، حناخد جمل التكرار، حناخد المصفوفات، حناخد الدوال، وفي نقطة مهمة جدا حناخدها اللي هي الرينج، وهذا مفهوم جديد في كوتلين، في لغة كوتلين بيختلف عن اللغات الثانية. ان شاء الله احنا في هذا الكورس حيكون تركيزنا على تبسيط المعلومه. الناس اللي حتشوف المحاضرات حيكون في عندها خلفيه مسبقه عن البرمجه، خاصه في لغه جافا او لغه سي شارب، حتلاقي انه الشرح سهل، الشرح بسيط، اللي اختلف اشياء محدده في شكل الجمل. الناس اللي ما عندهاش خلفيه هيك عن البرمجه برضه الكورس حيكون ان شاء الله مفيد لها ومناسب. احنا حنبسط المعلومه وحنساعد فيها انه الجميع يعتبر هذا الكورس مدخل له لتعلم لغه الكوتلين ان شاء الله عز وجل. في المحاضره الجايه حناخد كيف نهيئ بيئه العمل لكوتلين، كيف ننزل السيستم او النظام تبع كوتلين، وكيف ننزل الفيرتشوال جافا فيرتشوال ماشين اللي حيساعدنا على الكلام هذا، او الجي دي كي يعني عفوا. وان شاء الله بعد كده حتتوالى عنا المحاضرات. بيسعدنا طبعا انه احنا نتلقى منكم اي ملاحظات، نتلقى تعليقاتكم على الجزئيات اللي تعنيكم في لغه كوتلين كاساسيات. ان شاء الله حنتبع تعليقاتكم على قناتي وعلى قناه الكليه الجامعيه لعلوم التكنولوجيا. اعتقد الروابط حتكون موجوده عندكم على الشاشه، وان شاء الله بيكون كورس ممتع وموفق للجميع. يعطيكم العافيه، وان شاء الله مع لقاء في محاضره جديده بعنوان الانستليشن للكوتلين. يعطيكم العافيه.